السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 16 فبراير والتواريخ بالميلادي وتركزون فيها لأنها مرتبطة بالمعاملات الزراعية التي أشرحها، والميلادي لأنه لا يتغير كل سنة. لو قلنا بالهجري كان بعد 10 سنين اختلف التوقيت. عندنا من شهر فبراير شهر مارس أوقات النمو، تبدأ الأشجار بعد يعني الدفء اللي يحصل في شهر فبراير ومارس تبدأ النموات تظهر من جديد. يعني هذه فترات النمو، لما يقول لك حط السماد الفلاني فترات النمو، احفظ فترات النمو، إنها من شهر فبراير إلى شهر 12، كل هذه فترات نمو، ولكن إضافة الأسمدة تختلف في هذه الأشهر كما شرحنا سابقا. الحين عندنا إضافة سماد اليوريا، وهو سماد نيتروجيني سريع الذوبان، هذا شكله، وموجود أيضا عندنا في متجر السور الزراعية وفي محلات الزراعة. هذا نضيفه بهذا الشكل، لاحظ كميات بسيطة يعني على الأشجار. هذه هي نوع الأشجار اللي عندنا، محمضيات، أي نوع أشجار تضيف له في فترات النمو عشان يعطي نموات جديدة. إذا كانت حمضيات وكذا سوف تزهر إن شاء الله في شهر مارس، فتستمر في إضافة السماد هذا حتى في المراكن الجهنميات. أي نوع شجرة، شوف كمية بسيطة ما تتعدى 20 غرام. هذه هي الإضافات للمراكن وكذلك لجميع أنواع الأشجار. لا تسألني شوف ما شاء الله نموات جديد، طبعا مع استخدامنا احنا لأسمدة ثانية كنا دائما نشرحها لا يتعارض معها، والسماد هذا متعادل يعني ما يزيد قلوية التربة ولا ينقصها، ممتاز. وإضافة قليلة، إذا وصلت الحرارة 35 الكبرى في أي مكان كنت خلاص تتوقف إضافة هذا السماد. إذا كانت الحرارة ما تتعدى 35 تستمر في هذا السماد. كل أسبوع مرة، كل 15 يوم مرة، كل شهر مرة، لكن لما تكون أقل من أسبوع إضافات بسيطة، لأنه سريع هو الذوبان والتبخر أيضا. عندما تبدأ الشجرة بالإثمار تعقد الثمار خلاص ما عاد نعطيها هذا السماد، لين بعد القطف ووافق بعد القطف أن الجو عندكم ما تتعدى الحرارة 35 ممكن تضيفه كل 15 يوم مرة، كل أسبوع مرة، حسب الشجرة أنت تبغاها تكبر أو أن نموها زين تعطيها كل شهر مرة. وشكرا لكم. الأشجار الداخلية ممكن نضيف لها أيضا ملعقة شاي صغيرة يعني 5 غرام كل شهر مرة من هذا السماد إذا نبغاها تكبر، بشرط تكون عليها إضاءة قريبة من الشمس، يعني غير مباشرة ولكن قريبة من الدين. بدون شمس ما راح يعمل أي سماد. جميع الأسمدة لما نضيفها نضيف عليها الماء، خاصة اليوريا هذا على طول لازم على طول الماء لأنه غاز ويتبخر ويروح عليك. اليوريا مع الأسمدة اللي ذكرناها في مقاطع فيديو كثيرة يعني متنوعة يساعد على النموات الجديدة، سواء شجرة زينة أو شجرة مثمرة وغيرها. هذه مثل شجرة ياسمين خلاص الآن تبدأ ترجع من جديد بعد الشتاء متساقط، ندعمها باليوريا. قلنا شجرة مثمر حال الإثمار ما يعطي يوريا، يعني يعطي دفعة واحدة مثله يعني، يعني حين هذه زهور بعد يزهر مثلا أي نوع عندك هذا عادي تعطي يوريا خفيف، يعني ما بدل ما كان كل 15 يوم مرة أو كل أسبوع مرة، إذا كانت ضعيفة مرة نعطي كل أسبوع، إذا كانت شجرة زينة نعطيها مثلا كل 15 يوم مرة أو كل 20 يوم مرة. هذه ليست ثمار، الثمار مقصود فيها إذا صارت ثمار، يعني إذا صارت كبر يعني حبة الزيتون كذا حولها أكبر منها شوي نوقف اليوريا ونعطي المركب اللي هو 12-12-17 كما شرحنا فيديوهات سابقة. يعني 12-12-17 يعني 12 يوريا أو نيتروجين يعني و12 فسفور و17 بوتاسيوم وقت الإثمار فيستمر. لكن ليش ما نعطي بعد الإثمار؟ لأنه لما كل الشجر يثمر في شهر مارس، وقلنا حنا اليوريا ما يعطى إذا حرارة فوق 35، طبيعي ان الحرارة في اخر 4 توصل 35، فلذلك يوقف اليوريا حتى وان كانت مثمرة، وكذلك اشجار الزينة لان الحرارة العالية مع اليوريا يعني خاصة منازل نشرح كذا تتموت. لكن انا احط يوريا في عز الصيف، لكن اعرف شلون احط ولأي شجرة احطه، كذلك نحط الاعذاب نحط بعض النخيل، يعني في مواسم نحط اليوريا، لكن كما نازل دائما نعطي قواعد بالسليم وانت مستفيد. ما انت عندك مشروع تجاري، انت عندك حديقة اشجرتين خلاص اسمع كلامنا هذا بتمشي صح، شو اشجارنا قدامك كلها خضراء وسليمة.
شاهد بعد ما روينا رية واحدة بس على طول ذاب هذا السماد، قلنا هذا السماد اليوريا سريع الذوبان ويجب أنك تروي مباشرة بعد إضافته في التربة. لاحظ أنه اختفى. والأشجار كما ذكرنا، ذكرنا المواعيد وذكرنا الطريقة والكمية والأشجار. في ناس يجي يسأل أنا عندي وردة، أنا عندي فلفل، أنا عندي طماط، هو نفس الطريقة، الشجرة في طور النمو عطها اليوريا. وعطيناكم قاعدة درجة الحرارة 35 ما تعطي يوريا، يعني شهر 2 شهر 3 إلى شهر 4، بعدين 5 و6 و7 و8 و9 هذه الحرارة فوق 35 ما في يوريا. شهر 10 و11 تنخفض الحرارة 35 نعطي يوريا. إذا صارت إضافته 5 أشهر في السنة، شهر 2 و3 و4 وكذلك شهر 10 و11. بعض المناطق دائما ما عندهم حرارة عالية فهم يلتزمون بطريقة ثانية، إنه درجة الحرارة مع نوع الشجرة، فإذا كان شجرة زينة ما تثمر ممكن نعطيه على طول كل 15 يوم، كل شهر مرة دفعة قليلة ولا نكثر منها، لأنه إضافة السماد اليوريا بكثرة يعطي أوراق كثيرة ونمو سريع، ولكن الأوراق تكون رهيفة وغضة فتكون سهلة على الحشرات وتكون مركن وتحبها الحشرات هذه، لأنها زي الكيكة زي الآيس كريم لها. وكل شيء له ميزان، التزم دائما بالقواعد. عندكم الطقس ما يتعدى 35، قلنا شجرة زينة تعطيها كل شهر كل 15 يوم مرة، ما في مشكلة، كميات بسيطة. وإذا كانت الشجرة مثمرة مثل الحمضيات كمثال، أو فلفل أو طماط، وحرارة عندكم ما تتعدى 35 واستمريت تعطي يوريا وتعطي يوريا مع أنها بدأت بالإثمار، راح يكون النمو الخضري أكثر من النمو الزهري اللي هو الثمار، فيضعف عندك الإثمار. يعني ما تزود وتنقص، كل شيء ميزان، تضبط الدعوة ميزان. نبي أوراق في وقت النمو نعطي يوريا النيتروجين، نبي زهور وسواء زهور زينة مثل هذه أو زهور ثمار مثل هذه للحمضيات نعطي فسفور وشوية بوتاسيوم. نبي الثمار تكبر ويكثر عصيرها نعطي بوتاسيوم بس، ولا نغفل الحديد والعناصر الصغرى، 4 رشات في السنة لجميع أنواع الأشجار أو ري أرضي. كيف تعرف أن سماد العناصر الصغرى أو الحديد ري أو رش؟ تسأل البائع، الأفضل حقات الري، لكن لو التربة زيادة قلوية زيادة ملوحة الأفضل الرش للعناصر الصغرى. برامج التسميد لا تسمن وتغني من جوع إذا ما كان عندك برامج مكافحة للحشرات اللي تصيب الشجرة. السماد أيضا يكون مدرج ضمن هذه البرامج وهو سماد المغنيسيوم. في العادة 4 دفعات في السنة، وللخضار ممكن نضيفه لأنه عمره قصير كل شهر مرة. لما نذكر الدفعات ولا نذكر درجة الحرارة أو الموعد فهذا يعني أنه ما يهم في صيف أو شتاء. هذه علامة نقص المغنيسيوم، نقط صفراء في الورقة مثل هذه العلامة، ولكن هذا ليس نقص مغنيسيوم وإنما هذه مرحلة السكون الشتوي لهذه الشجرة. فمثلا هذه شجرة الياسمين الأحمر المتسلق فيها اصفرار طبيعي من السكون الشتوي والآن سترجع للنمو. فعلامات النقص التي تنشر في الصور ليست بالضرورة تكون تطبقها على أي نوع شجرة، ممكن تكون السبب اصفرار بسبب حشرة أو بسبب ملوحة أو بسبب حرارة عالية أو برودة عالية. هنا نشوف النموات الجديدة فيها النوع شوي من الاصفرار في الحمضيات، هذا نقص الحديد. هنا نشاهد علامات بيضاء في الأوراق القديمة كما نشاهد، هذا مرض فطري يروح مع الوقت ليس ضار. وقد يكون علامات نقص بعض العناصر الصغرى، وقد يكون مرض فطري قاتل. فسالفة انك ترسل لي صورة او لغيري صورة بدون ما نجي نعرف حنا تاريخ الشجرة والتسميد ونعاين الشجرة على الطبيعة، لا يمكن نعطيك الوصفة او التعليل الصحيح 100%. هذا اللون من علامات نقص الفسفور، ولكنه في هذه الجورية لا يدل ابدا على علامة نقص الفسفور، وانما من طبيعة الجوري ان النموات الجديدة تطلع بهذا اللون، كذلك المانجا وكثير من الأشجار.
فلو أرسلت لمختص هذه الصورة ولم تذكر نوع الشجرة بيقول لك والله عندك نقص في الفسفور، بينما هي ليست نقص في الفسفور، شيء طبيعي جدا، نموات جديدة. هذه شجرة الفل، نمو جديد أصفر باهت، علامة نقص في الحديد. هل يعني هذا أنه يلزم إضافة الحديد؟ في هذه الحالة حسب الشجرة اللي عندي ونوع التسميد لا يلزم إن حطيته ولا لا يلزم، لأنه نشوف النموات الكبيرة لم تتأثر ولم تستمر إصابة نقص الحديد التي تتحول الورقة إلى صفراء وبيضاء ثم تسقط. هذه شجرة متسلقة نسميها الخميسة أو فريجينيا، ليس فيها أي أوراق لما جاء الشتاء، ما يعني أنها ماتت، وإنما من طبيعتها السكون التام زي العنب وبعض أنواع الرمان حسب المناطق، باردة جدا أو باردة قليلا ولوزيتك وهكذا. فلازم نعرف حنا فسيولوجية النبات بالكامل. وأيضا هذه المتسلقة الياسمين الأحمر صارت عودان، هل معناته أنها ماتت وأنا ما أرويها أنا أروي؟ هذا كله كلام غير علمي، لازم نعرف نوع الشجرة وتعرف أن الشجرة طبيعتها كذا وطبيعتها كذا، هل هي متساقطة أو شو متساقطة أو دائمة الخضرة. يعني عندنا حمضيات تسمى دائمة الخضرة، النخلة دائمة الخضرة، الياسمين الأحمر شبه متساقط، التفاح متساقط بالكامل كما نشاهد في هذه الشجرة والتي بدأت الآن بالنمو، لأنه خلاص قلنا شهر فبراير وما بعده فترات النمو. هذه اللي تشوفون هذه راح نصورها إن شاء الله في شهر 4، سترون أنها كلها خضراء وجميلة مثل العنب. إذن عليك أن يكون عندك كمية من المعلومات عن الأشجار اللي عندك، لأنه أنت أي المزارع المنزلي تحتاج معلومات زراعية أكثر من المزارع اللي حاط مشروع بعشرة مليون، لأن المزارع الكبير اللي عنده مشروع كبير وكبير والله سبحانه وتعالى عنده نوع واحد فقط زارع كله خضار، فهو تخصصه خضار. أنت ما شاء الله يا مزارع منزلي ما هنا شيء ما زرعته، حاط خضار، حاط ورقيات، حاط لوزيات، حاط حمضيات، حاط نخل، حاط كل جميع أنواع الأشجار الداخلية وجميع الأشجار الزينة الخارجية، فأنت تحتاج معلومات لكل شجرة. فلذلك أنت لما تصبح مزارع منزلي محترف ترى بتصير أنت أفضل من المزارع العادي اللي هو تخصصه نخل فقط أو تخصص زراعة فول وذرة مثلا أو أعلاف فقط. جيب مزارع أعلاف عنده 20 مليون ما شاء الله مشاريع واسأله هذه الأسئلة، ما يدري لأنه مو بتخصصه هذا، ما يحتاجه أصلا، بينما أنت تحتاجه. ولذلك أفكر أنه يجب أن يؤلف كتب خاصة في الزراعة المنزلية. والزراعة المنزلية أنا تخصصي شريعة، ولا مدرس في الجامعة ولا عمري فكرت في الزراعة، لكن لما زرعت بدأت أتعلم. والزراعة المنزلية لما نقول لازم تعرف كل هذه المعلومات لا يعني أنك تأخذ المعلومات كاملة مكملة، لأن المعلومات منشورة، أيضا منشورة لمشاريع، وبرامج التسميد منشورة لمشاريع، ومواعيد الزراعة لمشاريع، يعني خارج المدن في جهة حر شديد أو برد شديد، أين عندك جدران هنا وعندك مواعيد الزراعة تختلف وشبه مفتوحة طوال العام للمزارع المنزلي، ما عدا في شدة الحر في شهر 7 و8 ممكن بعض المواقع نزرع فيها يجيها ظل، بعض المواقع ما يجيها ظل بعد الظهر وهكذا. بمعنى أن الزراعة المنزلية كثيرة المعلومات وفي نفس الوقت سهلة، لأنه لا أحتاج مثلا إلى برنامج التسميد الكامل العلمي المنشور للحمضيات أو المكافحة الكاملة، وإنما أنا أحتاج من هذه المعلومات 20% وتطلع عندي الشجرة من أحسن ما يكون، لأن المزارع اللي زارع حمضيات بالمشروع يريد أن يكسب ملايين، فلذلك يضع من الأسمدة ويضع من المبيدات ونظام راي وخدمات عالية جدا. أما أنت يكفيك منها 30-40-50 ثمرة مع عدم شكلها يعني يكون جميل ما تكون صفرة، خلاص انت الموضوع. فلذلك لما أشرح أنا أسمدة أنا لا أشرحها لمشاريع تجارية، وإنما أشرحها لمزارع منزلي ما نبيه خسر فلوس كثيرة، وإنما نبي عنده حديقة جميلة وينبسط فيها. فلا تقولوا لي زراعة معقدة، الزراعة معقدة لو أنك أنت بتتخصص
في كل أنواع الأشجار في العالم، وكأنك من كل نوع حاط لي مشروع 20,000 شجرة وتبغى فلوس من وراها. ولذلك في كلية الزراعة، عندنا في كلية الزراعة هنا في السعودية الأقسام 4، 3، 4، 5 أقسام، قسم للبستنة، قسم للبيطرة، وقسم للمكافحة، وقسم أيضا للزراعة العضوية، المكافحة العضوية ويسمونها الحيوية. في جامعة عين شمس فيها 14 قسم، حتى داخلين فيها بالتسويق الزراعي حاطينه قسم، يعني كلية فيها قسم خاص يدرس الطالب التسويق الزراعي. فيأتيك شخص كاتب قدام اسمه مهندس فلان، فهذا المهندس فلان مثله مثلك ترى، هو متخصص في جزئية معينة في الزراعة، يعني هو مثلا عنده البستنة، يعني التقليم، تعقيل، تطعيم، أسمدة بسيطة، مكافحة، عنده معلومات بسيطة، لكن عنده يعرف أنواع الأشجار كلها بالاسم، بالشكل كذا يعرف الشجرة إذا كان مجتهد يعني. في ثاني مهندس متخرج من متخصص المبيدات، فهو يعطيك أي اسم حشرة يعرفها، وأي مرض فطري يعرفه، وكذلك يعطيك العلاجات، لكن تصور له شجرة تكون شديد وما أدري إذا كانت غير شائعة، تقوله على الأسمدة ما يدري بالضبط مثل اللي متخرج من الأسمدة. مثلا على مستوى دراستي أنا في الشريعة، في شخص أو دكتور متخصص بالفقه، عنده معلومات شوي بالتفسير حكم الدراسة، معلومات باللغة العربية بسيطة، ومعلومات في التاريخ، لكن تخصصه هو بالفقه، درس المذاهب ودرس الدنيا هذه كلها، فيفتي ويعلم الطلاب. وكذلك اللي في اللغة العربية، عنده تخصص في اللغة العربية ودارس شوي فقه ودارس شوي توحيد، دارس كذا بالمتوسط الثانوي والجامعة، يعطونه مادة اسمها الدراسات الإسلامية. فإذا قال لك أنا دكتور في تخصص اللغة العربية، فإنه لا يستطيع أن يفتي في غيرها من المجالات. إذا قال أنا دكتور وبس، حنا نفهم أنه خلاص هذا الدكتور حرف الدال يعني ما شاء الله فاهم كل شيء في الدنيا. لا، هو فاهم رسالته فقط، حتى الدكتوراه اللي هو الدكتوراه اللي معاه في نفس التخصص باللغة، هو يفهم أكثر بالرسالة والتخصص الدقيق اللي أخذ عليه الشهادة. وانتم شايفين حدايقكم، شايفين زراعاتكم، شايفين حدايق أصدقائكم، شايفين مزارع الشيبان الأولين، ما تخرجوا من الجامعات ولا عندهم كل المعلومات، أمورهم ماشية، أشجارهم زينة ومن أحسن ما يكون، لكن في بعض الوسوسة، يعني مثلا شاف نقط زي هذه في الجهنمية يصور، أنا شفت نقطة وش هذه، حسب ايدز ولا حسب سرطان. لا تصير متشدد، ولا تصير يعني متشدد في الزراعة، ولا تصير مهمل تزرع وتعطي ماء وتمشي، أعطى أسمدة اللي تعرف، وبعدين مع الوقت تبدأ تعرف كل شيء، تعرف معلومة. وإذا أنت ما تفتي يعني ولا حطيت يعني نفسك للناس في الزراعة، يعني خلاص مشي الأمور، يعني خذ من السنة السهلي معلومة، من فلان معلومة وجربها، إذا ماتت الشجرة سلمان السهلي غير مسؤول وأنت غير مسؤول وكذا، من الله يعني الناس يموتون مو بشجرة. هذه الشجرة من أحسن ما يكون كانت اللي هي ملكة الليل، جال البرد قرمشة شوي زين، خلاص ما راح أصور أستاذ سليمان، أنا كان عندي دي مزهرة وبعدين تقرمشت، يا أخي جانا برد، حنا تقرمشنا. قبل ما تسأل أي واحد هل تربتك مثلنا هنا سمراء جميلة عضوية، حطيت اللي قلنا لك السماد العضوي البقري اللي حطيناه في الشتاء، هل حطيت الداب، هل حطيت السوبر كومبوست، هل حطيت رشيت في المبيدات، هل طبعا تكون طبيعية مثل صمو تاسي وغيرهم أو مبيد منزلي، غسلت أشجارك عن بعد موجات الغبار، حطيت لهم وقت التزهير في السفور، حطيت لهم وقت النمو شوية يوريا، حطيت لهم بوتاسيوم مرتين ثلاث علشان يكثر عصير في الحمضيات، ولا قلت لا أنا أبغى عضوي، نقول جزاك الله خير خلاص خلى عضوي، خليك على السماد هذا وشوية أسمدة اللي ذكرنا على الخفيف، ماشي أمورك. نظام الري، أستاذ سليمان أنا زرعت شجرة متى أسقيها؟ حسب أخذ مضاد حيوي لولده كل 8 ساعات تسقي، هذا جفة التربة، وانت داخل بالبيت جاي من الدوام شفت التربة يابسة، قل ولد روح اسقي الشجر، انتهت السالفة. وسط الله لنا ولكم الحياة، ترى انا امزح معكم في بعض النقد او التوجيه عشان اعطيكم دفعة قوية لتبسيط الزراعة. ما تحيات سليمان السهلي، مشاتل السهول الزراعية، شكرا لكم.